بارح فما فيديو اللي دار المرة هذية مش مواطن عادي اللي هو قاعد يشكي من حادثة صارت له. نحكيه على عون أمن بالزي امتاعه ثلاثة نجوم يشكي ويبكي من الظلم اللي قاعد يتعرض له معنا ويشكي من مداهمة المنزل امتاعه وإهانته قدام صغيرات وغيره. رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمدنين يداهم منزل نقيب الحرس الوطني ونقابة الأمن اللي شفناها تندد بهذه العملية. عصام خلف الله الكاتب الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بمدنين هم معنا في المباشر ناخذ من عنده أكثر تفاصيل شنو اللي صار بالضبط. مرحبا بك سي عصام. مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين. شكرا على التواصل. البارح شفنا الفيديو اللي دار مليح البارح على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه عون أمن حرس وطني بالزي متاعه يشكي من مداهمة المنزل متاعه وصغيرات وغيره. شو اللي صار بالضبط؟ شنو هو الحكاية؟ تفضل. باهي الحنين كحكينا معناها على اساس معناها الاشكاليه مش في مداهمه المنزل، معناها تعرف اللي الناس كلها تحت القانون والناس كلها تدعي منازلها في اطار القانون في اطار تعليمات النيابه وكذا وكذا، الا ان السيد هذا يعتمد سياسه التنكيل المفرطه وبث البلبله في البلاد في مدنين. السياسه هذه اعتمدها في عديد المرات حتى مع المواطنين. على شكون نحكي ونحكيه على نحكي توا قاعد نحكي لك بصفه عامه على السيد هذا، السيد رئيس فرقه الابحاث خلال الخمس سنوات اللي معناها التجاوزات نتاعها اللي صارت والحكايات اللي صارت معه. نحكي لك بصفه عامه وبعد تالي نوصل لك الوضعيه الزميل. صارت حتى مع برشا مواطنين اللي هي تعرف معناها المواطن البسيط مسكين معناها من حقه باش يكون محترم ومن حق انك تداها منزل تحترمه وتعطي حقه وفما حقوق انسان وكذا، الا ان السيد هذايا مداهمات نتاعها تكون عنيفه وتكون قاسيه وتكون فيها برشا قوه وفيها برشا اهانه، الشيء اللي خلى برشا مواطنين تشكي وفي الاخر معناها بحكم كيف كذا تراجع وتخاف وتتحي امرها الربي. السيد هذايا معناها توا ذكرنا في عديد المرات وعديد المناسبات الاداره وسلطه الاشراف التجاوزات نتاعها، رانا مانيش ضد انه يخدم الناس كل تخدم، يا اخي فرق الابحاث كانت تراب الجمهوريه ما تخدمش، هي تخدم ما شاء الله ونشاطات كبيره وكذا، اما هذا السيد هذا قاعد يعمل في حكايات كيما هيك يغطي بها الله اعلم على وضعيات، يبين بها العرفات الله اعلم كيفاش كونا مانيش عارف شنو هذه وكذا، وفي الاصل هو معناها تتعلق بها عديد القضايا منشوره في شأنه في المحكمه، وقاعد نحكي ونتحمل مسؤوليه على الكلام اللي نقول لك فيه. شنو القضايا اللي تتعلق به مثلا؟ قضايا تتعلق به قضايا اهتزاز، تتعلق به قضايا مثلا تعنيف، تتعلق به برشا قضايا وخاصه ابتزاز، وعندنا العريض عندنا له قضايا ابتزاز موجوده عنده قضايا ابتزاز؟ قضايا ابتزاز، قضايا ابتزاز ثم مره جاء مواطن معناها بيتعلق اني عنده شكايه وعنده قضيه وكذا كذا. وبالتالي هو ديجا عنده كف تفتيش وسيبه وبالتالي تخلى من لغه اخرى جيب لي كهربتك كيريها لي كيري منه في الكهرباء معناها 10 ايام وهذا موثق اللي تحكي فيه راهو كلام موثق لا كلام حساس راهو سي عصام مسؤوليتي لا شوف عصام الخرفلي كاتب العام الجهوي للنقابه الوطنيه بمدنين نحكي مش من فراغ ومانيش قاعدين نتبلوا على بيت ولا عندنا معاه مشكلة في شخص السيد هذا، ما عندي أنا معاه وتنجم تشوف، ما عندي معاه حتى مشكلة. وحنا كنقابة ما عندنا حتى مشكلة، إلا أن الوضعيات هذه تكررت برشا مرات، نحسوا ثم منهج معناها اللي قاعد معناها تكون الدنيا رافحة، يشعلها شنو وراه، إيش يحب يوصل، شكون وراه السيد هذا، شكون وراه، خاطر في عديد المرات تتدخل سلطة الإشراف وتقول الله تصيحوا وراه عنده تجاوزات وعنده كذا وباش ناخذوا فيه إجراء. ما ركفتني شوي يرجع السيد هذايا يعمل فيها شاطح برشا. قداش عنده بربي في مدنين رئيس فرقه الابحاث والتفتيش تحكي لي؟ خمس سنين عنده 5 سنين ولا في قضيه سنين. الحال عون الامن عون الحرس اللي شفناه في الفيديو شنو الحكايه بالضبط؟ نحكي لك في عون الامن هذايا في اقليم الحرس الوطني بمدنين نقيب الحرس الوطني عنده 30 سنه خدمه ما تعلقت به حتى قضية، ما تعلقت به حتى شبهة فساد، ما صارت له حتى إشكالية، ما صارت لهش عقوبة حتى في بدال الإداري، إنسان مش إنسان مش نشكر فيه وكذا، معناها مش مجامرة ما يسالش، قل لي بالضبط شنو هو المشكلة؟ يعطيك الصحة، بتقلد اللي كاتبين فيك تقارير زيدية وشاية ترى شنو وشاية ترى شنو
انا معناها داهم والدار بالطريقه هيك، وصار مع المراه البارح في هزوها حتى المصحه كذا، ووضعها مؤلم، صغيرتها معناها في حاله سيريا. كان من المفروض ان ساعة المداهمه ما عمرها ما تصير بالطريقه هيك، خاطر المداهمه نورمالمون تعالى جي راجلها يا اخوي ندخلوا، ما عندنا ليش باش يدخل، شنو يا اخي هو ارهاب ولا سلاح ولا ضرب ولا نقل. خلينا نكون واضحين، اذا فما معناها امر ولا امور قانونيه عادي يصير، خاطر فما مداهمات تصير باذن قضائي باذن قضائي وتصير. هل كان فما اذن قضائي ولا ما فماش؟ خفاهمك حاجه، اذا الساعه ما ورانا شيء، احنا يقول عندي ما ورانا شيء، ما حد يورينا شيء، هذه حاجه. وثاني حاجه اذن قضائي اش بيه الحكايه هذه تصير كان معاه هو، اش بيه كان في المدنين زعما اذن قضائي على زميل. خلينا من المدنين، انا تو نحكي قانون يفضلك سي عصام، اذا فما اذن قضائي عادي انه تصير المداهمه باذن قضائي. وانت تعرف مليح الكلمه هذه، احنا حتى ثم ما قلناش لا ومانيش ضد القضاء، ونمتثلوا بالنسبه لنا احنا. هل كان هنالك فما اذن قضائي لمداهمه منزل زميلكم؟ ما حبش يقول لنا السيد هذا ثم ولا ما ثماش، يقول ثم كما كنت نحكي لك، حتى ثم ما تكونش اهانه المراه بالطريقه هيك، ما تكونش معناها الهبة اثار بالطريقه هيك. ما شو القضايا المتعلقه بزميلكم اللي ممكن هو عمل على المداهمه؟ زميلنا هي تقارير اللي هو مثلا ترى شنو يخطف الكونترا. يخطف الكونترا بالسجالة، كونترا في الدار، في بيت ماما، في ملابس مرته، في كذا، في كلاس نتاع، في فرشه، في سرير بيت ماما. انا ريت يعني علاش قلت لك تبدا ثم كذا وثم احنا هاومي يداهموا كل يوم، اما تبدا تتعلق به قضايا وتتعلق به كذا ما ندافعوش عليه احنا ندافع على ناس نظاف. انسان تتعلق به شبهات فساد، انسان تتعلق به ارهاب، انسان تتعلق به اجرام، انا مستحيل كان ندافع عليه، موجوده هذه موجوده كل يوم راهي مداهنات، لكن لا هذا يعتمد سياسه معناها التنكيل بدون حتى عرفات المحليين. قال لك خويا الله غالب وكذا راه ما علمناش، هذا السيد معناها من فوق منه ليه كذا. وبالنسبه للنيابه، النيابه بنعطيك معلومه، النيابه كي تجي انت تقول للسيد الرئيس نيابة كذا وزيد والدار هذه الطريقة فيها ترى شنو، انت اللي تكيف، تقول لك انت النيابة ما تقولكش ما تدري. اما الطريقة تاع المداهمة، طريقة الكذا والطرق هذه الاشكالية في كل هذه الان. علاش سي عصام توا الكلام واضح، هو اذا فما توضيحات اخرين من رئيس فرقه الابحاث مرحبا به على 71 16 70. فقدت انا تو سؤال وصلنا انه باه اذا السيد هذايا فما تقول انت عنده سياسه المكيالين وتتعلق به شبه قضايا ولا اللي هو او شبهات ولا غيره، علاش تكلمتوا تو؟ علاش تو انتوما علاش كلمتوا مش على زميلكم؟ لا نحكي لا على فرقه الابحاث والتفتيش. على رئيس فرقه الابحاث. اي نحكي على رئيس فرقه الابحاث والتفتيش. رئيس فرقه الابحاث لا على خاطر مس زميلكم قلت تكلمتوا الكلمه لا 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 ترجع خويا للارشيف، ارجع شوف انا معناها كذا واحد. بالنسبه لنا احنا عملنا عليه وقفه احتجاجيه كبيره برشا قدام المنطقه وتنجم ترجع وتشوف، عملنا ليه وقفات احتجاجيه برشا مرات، ارسلنا الاداره نعطيك هذا الصوت والصوره، عملنا برشا وقفات احتجاجيه، وصلنا حتى مواطنين جتنا تشكي ووقفنا معاهم ووصلنا صوتهم للاداره وهذايا راهو في الموثق. انا مش دوره هي تو كان جت مثلا وضعيه ولا ممكن تتعدل، ممكن يقول لك الغالب ما عرفش كيفاش يتصرف ولا ما يقصدش، لكن هذه راهي تكررت برشا مرات، على كل فما اليوم فما قانون في البلاد وفما هياكل رقابيه اللي هي موجوده أيوة في كل على كل الاسلاك، وربنا ور الحق والقانون يطبق على الناس الكل وفوق الجميع. نشكرك برشا سي عصام خلفلي كاتب العام الجهوي للنقابه الوطنيه لقوات الامن الداخلي بمدني.